بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الخميس الخامس من شهر رمضان المبارك، والحلقة الخامسة من برنامج سباق المشاهدين. ضيفنا الأول في حلقة هذه الليلة هو الفنان أحمد راتب. أهلا وسهلا. أهلا بك. ضيفنا الثاني مشاهدينا الكرام هو الفنان أحمد رزق. أهلا أبو لبنى وأهلا أبو حمزة. أهلا أهلا أهلا. من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في بيتكم قناة السعودية، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من سباق المشاهدين. مرحبا بضيفينا مرة ثانية، الفنان الأستاذ أحمد راتب. أبو لبنى يسعد مساك. الله يخليك يا فندم، يسعد مساك ويسعد مساك أهل المملكة جميعا، وبهنيهم بالشهر الكريم، وأعاذ الله عليهم وعلى الأمة العربية والإسلامية بكل الخير والبركات. أهلا بك. وأهلا مرة ثانية بالفنان أحمد رزق. أبو حمزة يا مرحبا فيك. يا مرحبا فيك وفي أهل السعودية كلهم، أهل الكرم والمحبة وأهل البيت الحرام والمسجد النبوي وكل الحاجات الحلوة اللي احنا مرتبطين بيها. أقول لهم كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، وبعود عليكم الأيام بخير يا رب. نرحب أيضا بجمهورنا في الاستديو، أبناء الجمعية الخيرية للأيتام إنسان، أهلا بكم جميعا. ونذكركم مشاهدينا الكرام بإمكانكم المشاركة معنا من خلال إرسال SMS على الأرقام التي تشاهدونها أمامكم في أسفل الشاشة. وكما نردد كل يوم أنه أيضا بإمكانكم الإجابة على سؤال الحلقة، هذه الأرقام أول شيء على STC أو زين أو موبايلي. وأيضا يمكنكم بعد قليل سنشاهد أيضا وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا عن طريق التويتر أو فيسبوك أو واتساب. لا تنسوا أن في كل ليلة نقدم لكم سيارة، وهذه السيارة سنشاهدها بعد قليل مقدمة من هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمشاركة مع شركة توكيلات الجزيرة للسيارات. اي واحد منكم ممكن يعني يفوز بالسياره هذه ما عدا احمد راتب واحمد رزق، لا يمكن حاجه يعني، بس هم فائزين يعني بهذا الحب من الناس. الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم، نشاهد معكم الارقام لوحتنا الاولى وناخذ بعد كذا اتصالاتنا. اول اتصال، من معنا؟ الو مصعب. الو السلام عليكم. عليكم السلام، ارفع لنا صوتك مصعب، الله يسعد مساك ان شاء الله.
مصعب معنا؟ معك حبيبي معك. يلا تفضل حبيبنا، يسعد مساك، تحيه لك والضيوف بعيونك، ومنتظرين بس انه يطلع السؤال عشان يساعدونك. ها طيب، طبعا انا رجل كثيف يعني ليت توضح شوي. طيب ابشر ابشر، بس ارفع صوتك شوي اذا تكرمت يعني. اختر طيب اي رقم من 1 إلى 9. مصعب 6. رقم 6. لماذا؟ سؤال لماذا للأخ مصعب. السؤال يقول: القاموس المحيط كتاب الفيروزابادي في اللغة، لماذا سمي بهذا الاسم؟ لماذا سمي القاموس المحيط بهذا الاسم؟ اسمع إجابتين يا مصعب أبو لبنى، لماذا؟ لكثرة ما به من كلمات على حرف السين والطاء، فقاموس المحيط في كلمات كتير فيها سين وطاء، عشان كده سموه، اطلقوا عليه اسم يلم السين والطاء، القاموس المحيط. ما تسمعش الكلام يا مصعب، تسمعش الكلام ابو لبنى. مصعب هنا بيشوفك. مصعب، لا بص، الاجابه الصح دايما هتلاقيها عندي، عشان بس ايه نبقى متفقين. لا دايما يعني، هذه كمان دايما انت انا حر، انا متاكد. بس انت يعني متاكد؟ انا متاكد. لا بس ما تحجرش عليا يعني، الاجابه دايما عندك. لا لا يعني. خلاص دايما عندك. طيب بص اقول لك انا بقى، هو القاموس المحيط جاي المحيط واسع وهكذا القاموس، فالقاموس المحيط جاية من اتساع وبعد غرف في اللغة وكأنه المحيط، فعشان كده سمي بالمحيط. طيب ايش رأيك يا مصعب؟ تاخد الإجابة الأولى ولا الثانية؟ والله أقول نقول إن شاء الله الثانية بإذن الله. الثانية. ممتاز، بداية موفقة، إن شاء الله ما نشوف ولا خطأ. اتصال جديد. ألو. ألو. مرحبا وجدان. هلا. يا هلا فيك، تفضلي اختاري رقم يا وجدان. تفضلي وجدان. طيب. أي رقم؟ أرفع صوتك شوي، أرفع صوت وجدان شوي، أرفع صوتك يا وجدان إذا تكرمت. 5 يختار 5. 5 في الفنون يا وجدان. الفن، الفن السابع طبعا، كل الفنانين اللي عندنا، خلينا نشوف من اللي معلوماته صحيحة. الفن السابع، ما هو الفن السابع؟ ما هو الفن يا أبو حمزة؟ الفن السابع اللي هو فن المسرح. المسرح، فن المسرح هو يطلق عليه الفن السابع. والله عد الجلسة أبو لبنى وقال يعني فاهم حمزة قلت منك دي بقى يعني. قلت يا حبيبي. الفن السابع هو فن السينما، لأن يعني أقول بقى يعني المسرح كان موجود، بعديه طلع النحت، الرسم، العمارة، التصوير، الأدب، الطرز الإسلامية أو الطرز المعمارية، لغاية ما استنفذ كل ده. لكن أحدث فن طلع بعد دول كلهم كان السينما، فأطلقوا عليه الفن السابع. الفن السابع. طيب إيش رأيك يا وجدان؟ فن المسرح. المسرح، أنت تسألي ولا تجاوبي؟ يعني فن السينما أم فن؟ أجاوب بس تشاوري تشاوري. هاي شاوري فن. يلا الإجابة الصح عندي. 1 ولا 2 يا وجدان؟ فن السينما. ها؟ فن السينما. فن السينما. يلا. صح. السينما. صح. برافو. ممتاز. ممتاز. اتصال جديد. الو. الو السلام عليكم. مرحبا خالد الفيفي، مرحبا خالد. حياك الله استاذ حمد الغامدي. الله يحييك، ارفع صوتك شوي. كل عام وانت بخير، وارحب بالضيوف اللي ببلدهم الثاني، الاستاذ احمد رزق واحمد راتب. حبيبي حبيبي، رحب فيكم وان شاء الله. بس يعني بعد الترحيبه هذه كمان يعني ما تروقوا لنا، ما نستغني عن مساعدتهم. حلو. لا لا ان شاء الله هنقف جنبك ويعني حنكسبك باذن الله. يلا يلا يا خالد، تفضل خالد.
شوفوا الارقام اخترنا واحد. خالد اسمعني من التليفون يا سيدي. نعم اسمعك. اسمعني من التليفون اذا تكرمت. يلا رقم 9 حكم وامثال يا خالد. والحكمة أو المثل هذه بتعرفها أنت أكيد، بتتابع سباق المشاهدين ولا لا؟ إيه نعم. كل هالسنوات يعني إحنا يعني إيه نعم. ما نسيناكم فلا تنسونا أنتوا ها؟ الله يحفظكم ما تنسى أبدا يا أستاذ. شوف الأستاذ أحمد راتب عنده مثل شهير صامت يا أستاذ أحمد يعني إذا سمحت تفضل. خليك معايا بقى. كم كلمة ممكن تقول له كم يعني تعد عد أربعة. أربع كلمات. سلام عليك. سلام عليك. سلام عليك. سلام عليك وانت مستقل. ليش؟ خلنا نسمع. ايش قلت يا خالد؟ اقول اللي تشوفه العين مو باللي يدمس. لا شوف حاجة. لا 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 غير غير. عايز مزيدا من الشر. ساعدني استاذ احمد راتب. هو حيساعدك تاني بس ركز معاه. العين العين اخر كلمة. العين اخر كلمة. يلا. مثل شهير يا خالد. اللي تلمس اليد ما تشوف العين. لا 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 ما في لمس في اكل فيه مدري ايش ولا حاجه زي كذا يعني ولا. يلا هذه كمان يعني بيني وبينك لا حد يدري. يلا يلا اعطونا ترى 5 ثواني بحنعطيك يا خالد. احنا ما ودنا نشوف خطا الله يخليك. مثل شهير حكمه شهيره. العين فيها العين سهلة أوي خالد ركز بس. يلا أعطونا 5. معلش يا خالد عشان ما معلش. أسفين أسفين جدا جدا. أسفين جدا بس أنت ما نصرت. الآن حيفسرها لنا أبو لبنى. فسر لنا المثل هذا أبو لبنى. يعني تعبير عن الطعام. أيوة. فأطعم إيه الفم. الفم أطعم الفم. أيوة. تستحي العين تخجل خجلان من اول ما وصل يعني مجهز نفسه يعني انا 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 كنت اعيط والله. انا قلت لك اتصال جديد من معنا. السلام عليك وانت مستحي يعني كنا بنغششه. الو طيف. طيف يسعد مساك. طيف الله يمسيك. هلا طيف. شوف الارقام يلا انت على الهواء. طيب اختاري رقم يا طيف بسرعة بسرعة اذا سمحت. طيف اي رقم؟ الو نعم. يلا رقم ثلاثة. رقم ثلاثة. رقم ثلاثة لطيف. ما السؤال؟ نسمع كثيرا عن دول البلقان. نسمع كثيرا عن دول البلقان. ما معنى البلقان؟ اسمع اجابتين أبو حمزة. ما معنى البلقان؟ البلقان تعني الأرض المحاطة بالماء. الأرض اللي بتبقى محاطة بالماء تسمى البلقان. أنا أقول لها يعني أنت مو عجبك كلام. لا لا مش عجبني طبعا. لا مش مقتنع. لا لا مش مقتنع. طب سمعنا أحد سمعنا. البلقان أيتها السيدة الفاضلة هو الجبال. تعني الجبال. البلقان هي الجبال. ده كلام. فدول البلقان تعني الدول الجبلية دول يعني. الجبلية أولا. اللي قاله أحمد ده اللي أرض محاطة دي الجزيرة. الجزيرة هي الأرض محاطة. أنا ما أعرف وين تعلم المعلومات هذه يعني. أبو حمزة جابها منين المعلومات دي؟ أنا بقول هي البلقان. طيب الأرض المحاطة بالماء. إيش رأي إيش رأي الأرض المحاطة بالماء الجزيرة. طيب اللي معنا ها؟ أول بسيط. ألو من معنا هي؟ ألو 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 هي ما اقتنعتش بينا احنا الاثنين الظاهر عشان كده يعني قطعت الخط راحة ولا والله لا من هنا من عندنا. نعم
فقدنا طيف. يلا اعطونا من ما في بديل سليمان. طيف مش هنشوف. سليمان. نعم. من الحناكية. يسعد مساك سليمان. مس النور يا هلا. يلا شفت انت السؤال وامامك. نسمع كثيرا عن دول البلقان، فما معنى البلقان؟ تسمع الإجابتين مرة ثانية. خلنا نسمع أبو حمزة يعني. خلنا البلقان معلومة مرة ثانية. الأرض المحاطة بالماء تعني البلقان. اسمع كلامنا، البلقان هي الجبال. الجبال. يلا إيش رأيك يا أخوي؟ وبعدين صدقني أنا يعني احترم شيء يعني. الإجابة الأولى ولا الثانية؟ الأولى. الأولى نشوف تعني الجبال. شفت بقى؟ يا ابو حمزه انت بتعمل ابديت للمعلومات اللي بتاخدها؟ والله انا الكلام ده موجود قدامي بس عشان الناس ما تفتكرش ان انا بجتهد. لا لا عارفين. لا هم عارفين يعني. لا لا المشاهدين اصلا اللي يتابعوا البرنامج هذا على طول السنوات هذه الطويله. ما شاء الله البرنامج يعني الناس متابعينه من زمان فاكيد فاهمين كويس. هم عارفين يعني انه في اجابتين واحده منها اكيد خاطئه يعني، وطبعا كل ضيف من ضيفينا يعني بيتبنى اجابته سواء كانت صحيحه او خاطئه يعني. من معنا اتصال جديد؟ محمد من الاحساء. محمد حياك الله. الله يحييك، يسعد مساك محمد. وانت كذلك. انا شفت درجه الحراره اليوم كذا في 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 اليوتيوب في الانترنت يعني، شايف درجه الحراره عاليه مره عندكم في الشرقيه يعني 60 درجه معقوله؟ صحيح. ولا في الشمس هذه يمكن. طيب اخوي محمد تفضل شوف الارقام. محمد شوف الارقام. أيوة. رقم 8. رقم 8 لمحمد. مبروك ما شاء الله. مبروك. أفضل وأحلى حاجة أنه تطلع مبروك ولا يتورط لا عند أبو لبنى ولا أبو حمزة. اتصال جديد. من معنا؟ ألو. ألو. يا هلا مين؟ ألو من معنا؟ ألو. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. مصباح. مصباح. مصباح يلا تفضلي مصباح. شوف الأرقام إذا تكرمت. هلا. هلا فيك. شوف الأرقام اختاري واحد منهم. اضغط رقم واحد من عندك. رقم واحد مصباح. رقم واحد. دول. رقم واحد. دول. شوفي هذه الدولة. شوفي هذه الدولة يا مصباح. اعطونا الدولة اذا ممكن. هذه الدولة. شوفي هذه الدولة يا مصباح. أوكي. هذه الدولة يعني حدودها شايفة بولندا والمملكة المتحدة كذا وايطاليا. هذه إيطاليا حاطينها إي وبدون الياء الإيطالية. طيب ما هذه الدولة؟ ما هذه الدولة؟ اسمعي إجابتين وبعدين نرجع لك. أبو كيفك في الجغرافيا يا أبو لبنى؟ نعم فندم. في الجغرافيا كيف أنت؟ يعني كويس. كانت وأنا في المدرسة من أكثر المواد اللي أنا ضعيف فيها عشان فيها حفظ كتير. وأنا كنت بفهم ما مش بحفظ. خلينا نسمع نشوف إجابتك ونقدر. والله أنا أعتقد يعني. أيوه. لا مش اعتقد. لا ده هي باينه هي خلاص. ايوه لازقه في انجلترا ولازقه في بولندا تحتيها ايطاليا. دي المانيا. 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 طيب اسمع ابو حمزه ايضا انت في الجغرافيا نص نص ولا؟ انا لا في الجغرافيا يعني كويس شويه. طيب نشوف. انا شايف يعني ان هي فرنسا باينه يعني. طيب اذا يا مصباح. مصباح. الو مصباح. يلا مصباح نور كده خليك معانا. هل هذه الدولة اللي شفناها؟ الو معك. المانيا. ها ساعدوني. اتمنى تساعدوني. هو بيقول المانيا انا بقول فرنسا. أيوه. انت شايفة ايه؟ المانيا. رقم واحد. المانيا. رقم واحد نشوف. المانيا.
ألمانيا. معلومات أبو لبنى صحيح، ولو أن يقول ضعيف كان في الجغرافيا. أنا لو أنا يعني متصل، أنا لو متصل حسمع كلامه، راجل برضو تاريخ وخبرة. تاريخ يعني تاريخ ولا جغرافيا؟ شفت سلم أهو. سلم. طيب. أصل يعني ربنا يرفض العقل يعني. اسمع كلامك ولا كلامي؟ اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجل. من معنا؟ خالد من الرياض. السلام عليكم. السلام. كل عام وانت طيب يا خالد. يا هلا باهل الرياض. ما عاد في عندنا ترى الضيفين يقولوا الجغرافيا يعني مش ولا بد، هم كل في المدرسه وكل السنوات اللي مرت في الجامعه، فما عاد في عندنا اي سؤال في الجغرافيا. شوف الأرقام يا أخوي خالد، نشوف الأرقام مع خالد إذا سمحتوا. يلا أي رقم تأخذ؟ أربعة. رقم أربعة. كأس العالم اليوم في مباريات ولا ما في يا خالد؟ ما في. طيب بس في عندنا أسئلة إحنا، والمباراة الحين الليلة كذا بينك وبين الضيوف، يعني خلينا نشوف من اللي يفوز، أنت ولا هم. كأس العالم، ما الفريق الأكثر تتويجاً بلقب بطل كأس العالم لكرة القدم بحصوله على 5 ألقاب حتى الليلة؟ البرازيل. يعني البرازيل. نشوف أدريان يقول البرازيل. يعني أنت صح؟ متأكد؟ هو يعني ما سألش. من غير عوامل مساعدة. من غير عوامل مساعده. من غير عوامل. وبعدين هو فاز عليكم فعلا. ايوه هو اللي فاز عليكم. بس انا الاجابه اللي كانت عندي البرازيل. والله؟ اه والله. بس انت كنت هتقول له ايش؟ انا كنت هقول له ايطاليا. لا ايطاليا اظن اللي بعده، هي 4 مرات اظن ايطاليا. اربع مرات. طيب اتصال جديد. معنا غاليه. غاليه؟ غاليه؟ ايوه معك. يسعد مساك غاليه، تفضلي شوف الارقام. مساك. تفضلي شوف الأرقام، باقي 2 و7. طيب أي رقم؟ 2. 2. 50 عاما يا غالية، شوفي هذه الفقرة المادة في المية ونعود وعندنا لك سؤال. ها معنا غالية؟ ايوه. يلا تابع. أنا ماني مشغول على النجاح، وهو في شيء بيهمنا غير نجاح الأستاذ ممدوح الليلة؟ طبعا فيه. ما افتكرش. بقول لك فيه. إيه بعد النجاح يا عالم؟ في شيء ما يتقدر بثمن. عز الكلام عز البكاء والابتسام عز الكلام عز البكاء والابتسام. غالية يلا اعطونا. غالية. غالية معنا؟ ايوه معنا. غالية تعرفي انه 50 عام نقصد بها مرور 50 عام، يعني ضيوفنا الكرام هيئة الإذاعة والتلفزيون احتفلنا قبل أكثر من شهر. أيوة. بمرور 50 عام على إنشاء التلفزيون. أيوة. وعشان كده احنا بنشوف لقطات يعني قديمة. أيوة. مع بعض. هذا عمل يعني كان للفنان طلال مداح اللي شفته قبل شوي يرحمه الله، وهي تجربة له كانت في مجال التمثيل، قام ببطولة مسلسل في عام 1394 مع الفنانين حسن دردير ولطفي زيني يرحمه الله. ما اسم هذا المسلسل؟ ما اسم هذا المسلسل؟ اسمعي إجابتين. المسلسل ده كان اسمه أغاني في بحر الأماني. أغاني في بحر الأماني. اسمعي بقى كلامي عشان أنا سنة 74 دي ما كنتش اتولدت، فاسمعي كلامي عشان أنا عارف أنا بقول لك إيه. هو اسمه الأصيل. إذن يعني اسم هذا المسلسل الأصيل. يا غالية يعني هم هيعملوا مسلسل لطلال مداح المطرب الشهير العظيم من غير ما يبقى فيه أغاني؟ يعني أو يعني ما هو أصيل، راجل أصيل. أيوة بس مسلسل اسمه أغاني في بحر الأماني. خلي بالك أنت لا يتوهونك يا غالي. رقم 1. الأصيل. أغاني في بحر الأماني.
الو الاصيل اماني في بحر الاماني. الاصيل الثانيه. اثنين يلا نشوف اثنين. انت مو بس فلشت الجغرافيا يبدو يا امال، حتى في الافلام وحتى في السينما. شفت ازاي طلع انا صح؟ بس لا لا ما طلعت صح. وين طلعت صح يا ابو لبنى؟ لا هي وانا عملت الاصيل قعدت اقول الاصيل. بس ان شاء الله يعني صحح المعلومات يعني من الان في صاعد. اصل 50 سنه ما كنتش تولد. اخر اتصال في لوحتنا، مين معنا؟ لوحتنا الأولى طبعا. من؟ ألو شهد من سكاكا، تفضلي شهد. ألو يا هلا شهد، كيف حالك؟ شهد معنا. ألو هلا شهد، عندك رقم 7. ها نشوف رقم 7 مع شهد. ألو يا شهد تسمعينا؟ أيوة معك. يلا تفضلي، الآن اخترتي ما اخترتي صار ما في عندك خيار غيره. أيوة يعني أسمع. كم سنة استمر العمل في حفر قناة السويس؟ بعد كده ما في يعني. إذا ما عرفت الجواب يا منطقتنا. إذا ما عرفت الجواب يا لا لا أبو لا لبنى. لا 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 اسمح لي يعني. يا سايق الغليون عدي الكنى العدي. أيوة. وقبل ما تعدي خد مننا ودي، ده اللي فحت بحر القنا الجدي. جدي فحته بقى بحر القناة في 10 سنين. يعني انه استمر الحفر 10 سنوات. 10 سنوات. طيب اسمع اجابة ثانية. 6 سنوات بس عشان ما عندناش وقت، هم 6 سنين بس. اسمعي كلامي. 6 سنين ايه؟ مجرى ملاحي كبير وما كانش فيه تكنولوجيا، وكانوا المصريين بيفحطوه بالفوس. ايش رايك يا شهد؟ تقول لي ايوه. 10 سنوات يعني. شفت السؤال كم سنة استمر العمل في حفر قناة السويس؟ 10 سنوات ولا 6 سنوات؟ 10 عشر سنوات. 10 سنوات. إذن مشاهدينا الكرام، كانت شهد آخر من شارك معنا في لوحتنا الأولى. فاصل ونعود لكم. برش بحلته الجديدة، الراحة زادت والأناقة ارتقت والخامة تطورت. ثوب دروش بطلته الجديدة، الحل الأمثل للأناقة. من عجلان وإخوانه. كان مدير الاستديو محمد الدليقان كان هو موجود هنا على فكرة يعني، وعشان كذا تأخرنا 3 ثواني عشان يأخذ الوقت ويطلع. إذن نعود لكم مشاهدينا الكرام. الآن كما قلنا لكم في كل حلقة نقدم لكم سؤال. البارحة قدمنا لكم سؤال الحلقة، نذكركم بسؤال الحلقة. خلونا نشوف سؤال الحلقة اللي قدمناه ليلة البارحة. السؤال كان هو السؤال الرابع، والسؤال السؤال متى بدأ البث التلفزيوني الملون في المملكة العربية السعودية؟ الإجابة الصحيحة في عام 1396. عام 1396 هجرية. طبعا هذه كانت الإجابة الصحيحة. حناخذ الفائزين الآن. نشوف إذن الآن سنشاهد 20 اسما ممن أجابوا إجابة صحيحة عن طريق إرسال رسالة SMS. هؤلاء 20 اسما شاركوا معنا في الإجابة على سؤال حلقة البارحة وهو السؤال الرابع، وهؤلاء سيدخلون السحب في نهاية هذه الحلقة كما قلنا في بداية أيضا الحلقة. 20 اسما بعد قليل سنشاهد أيضا يعني الإخوة والأخوات الذين شاركونا من خلال السوشيال ميديا.
طيب نشوف الآن الذين شاركوا معنا وأجابوا بإجابة صحيحة من خلال أي وسيلة؟ فيسبوك، تويتر، هذا تويتر. أبو لبنى اختار أيوة. لنا بالله، عندنا أمامك تسعة أرقام بتشوفها أيوة. إحنا بنختار ثلاثة من تسعة طبعاً. أي رقم تختار؟ أنا أختار واحد. واحد أبقى. نشوف واحد. أشواق صايل الحربي أيوة. رقم ثاني نختاره أيضاً. الرقم الثاني أختار خمسة. خمسة. نورة عيد عبد الرحمن. والرقم الثالث يا أبو لبنى؟ ثمانية. ثمانية. أحمد سعيد علي الزهراني. إذن ثلاثة سيدخلون معنا السحب هذه الليلة. ونشاهد الآن أيضا تسعة أسماء من خلال الفيسبوك. وأبو حمزة اختار سبعة. سبعة. نهلة عبد الحميد السيد. و وثلاثة. وثلاثة. فايزة سالم محمد قاسم يمكن الحكمي، المهم. وتسعة. وتسعة. محمد إبراهيم زكريا. نعود الآن وتسعة أسماء، تسعة أرقام من خلال الواتساب. أبو لبنى نختار أربعة. 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 إسماعيل عبد الله الخولاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي إسماعيل عبد الله الخولاني. الجواب الأول من شوال 1396. إن شاء الله نكون من الرابعين. هذا واتساب يا أبو لبنى، يعني فبيجينا فيديو. ربنا يوفقكم وكافة الأعضاء في البرنامج. طيب إذن إسماعيل الخولاني هذا. ورقم ثاني تسعة. تسعة. يحيى حسن الفيفي. السلام عليكم. إجابة الحلقة هي الاختيار الأول، الأول من شوال 1396 هجري. يحيى حسن الفيفي نجران. أهلا بيحيى. طيب وآخر رقم خمسة. خمسة أيضا. خالد أحمد الغامدي. بدأ البث التلفزيوني في المملكة العربية السعودية 1 شوال 1396. إذن تسعة أسماء من وسائل التواصل الاجتماعي، ثلاثة من تويتر، ثلاثة واتساب، ثلاثة فيسبوك، وعشرون اسما تم اختيارهم. طبعا هؤلاء سيدخلون في نهاية هذه الحلقة للحصول على مجموعة من الجوائز النقدية، عبارة عن أربع جوائز، قيمة الجائزة 3000 ريال. وأيضا واحد منهم سيفوز بسيارة. إذا ممكن نشوف السيارة، هذه السيارة مقدمة من هيئة الإذاعة والتلفزيون، وذلك بالمشاركة مع شركة توكيلات الجزيرة هذه السيارة. طبعا كما قلنا أي واحد فيكم ممكن يفوز بهذه السيارة ما عدا أحمد راتب وأحمد رزق. أنا حتى ما أحبش اللون الأحمر. نعود للمشاهدين الكرام. الآن سنقدم لكم سؤال حلقة هذه الليلة، وهو السؤال الخامس. زعيم أسود أمريكي استخدم وسيلة اللاعنف للدفاع عن حقوق الزنوج الأمريكيين، منح جائزة نوبل للسلام في عام 1964، من هو؟ إجابة الأولى مارتن لوثر كينغ، والإجابة الثانية مالكوم إكس. إذن بإمكانكم مشاهدينا الكرام الإجابة على سؤال هذه الحلقة بإرسال SMS على الأرقام التي تشاهدونها أمامكم في أسفل الشاشة، أو ترسلوا رسائلكم على فيسبوك، تويتر أو واتساب. نعود لمشاهدينا الكرام وننتقل. الفائز يذكرني أبو عمر، الفائز هزاع الحربي. طبعا هزاع الحربي فاز معنا في حلوة اللقطة هذه، مرة أنا تعجبني لازم أوقف لما أشوفها. هزاع الحربي من القصيم فاز البارحة بسيارة، وراح اليوم لفرع شركة توكيلات الجزيرة في القصيم واستلم السيارة. خلنا نشوف هزاع. We'll be right back.
إذا مبروك لهزاع الحربي من القصيم الذي فاز بالسيارة. سيارة بيضة ما كانت حمراء. ما كانت عجباك. ما أدري أنت يا أبو الهدف بس ما تحب اللون الأحمر يعني. نشوف اللوحة الثانية إذا سمحتوا. مبروك على هزاع. ربنا يعطيه خيرها ويكفي شرها. يكفي شرها يا رب. من معنا؟ ألو؟ لوحتنا الثانية من معنا؟ ألو؟ ألو؟ مرحبا مين؟ من معنا؟ ألو؟ أهلا. ألو؟ ريان مشعل. ألو؟ عليكم السلام. ريان؟ ألو؟ ريان؟ معك حاضر. ريان اسمعني من التلفون إذا سمحت. نعم. ممكن تقصر صوت التلفزيون يا ريان إذا سمحت؟ ممكن؟ حاضر. يحضر لك الخير. كنت بتقول كده يا الله. يحضر لك الخير يا عم. يلا يا ريان. لا يا ريان ما قصرت صوت التلفزيون. لا ما قصرت صوت التلفزيون لسه. خلاص قصرت الصوت. هلو ريان. موجود. خلاص قصرت صوت التلفزيون. اوكي يلا اوكي تفضل شوف الارقام يا ريان. أي رقم يا ريان؟ أربعة. رقم أربعة يا ريان بسرعة إذا سمحت. من سؤال رئيسة سابقة لوزراء بريطانيا فازت باستفتاء صحفي عالمي بلقب المرأة الأكثر نفوذا في العالم؟ هذا السؤال أمامك. من هذه الرئيسة السابقة لوزراء بريطانيا؟ السؤال للأخ ريان ونشوف أبو لبنى. أيوة. من هذه السيدة هي أنجيلا ميركل. أنجيلا ميركل. ميركل. أنجيلا متأكدة؟ ما معروفة. والله شكلك مو بس في الجغرافيا كمان حتى. لا برضو في. خلنا نشوف. في مشاكل في الجغرافيا وفي. وفي التاريخ. القاموس عموما يعني. أبو حمزة من؟ لا هي رئيسة سابقة لوزارة رئيسة وزراء بريطانيا مارغريت تاتشر. مارغريت تاتشر. إيش رأيك يا ريان؟ أنا متأكد. ركز ريان. ها ها. واحد ولا اثنين؟ مارغريت تاتشر. ها؟ ميركل. ميركل يا ابني ميركل. اثنين. قال اثنين. لا لا لا. كان عايز يلخبطه. مو بس الجغرافيا يا أبو. لا لا. كله. طيب اتصال جديد من معنا؟ الو من معنا؟ فهد. الو الو من فهد يا فهد. الو اين ارفع صوتك يا فهد. حياك الله حبيبي. الله حيك. والله ما اسمع بعيد صوتك مره. طبعا المشكله من عندك اكيد ما هو من هنا لانه هنا كان الصوت واضح. الو السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. فهد ارفع لي صوتك. ايوه استاذ حامد رافع صوتي مره. الحين كويس. يلا يلا يا فهد تفضل شوف. ألو. الارقام. شوف ارقام. اي رقم يا فهد؟ اللوحه 9. والله بعيد. قرب صوتك. قرب صوتك يا فهد. لغز الصوره. اوه الله يعينك يعني. طيب مشاهدينا الكرام يا فهد. فهد كيف حنتفاهم معك يا فهد؟ الو الله استاذ حامد. يا فهد والله صوتك بعيد. ارفع صوت قرب لي السماعه. والله مره الجوال يا استاذ حامد. كذا كذا كويس كويس. شوف انت حتشوف صوره الان. هي صورتين جنب بعضهم. في واحده نعم. تختلف عن الاخرى في ثلاث صور. هذه فقره جديده رايح يساعدك ابو حمزه في معرفه الاخطاء بين الصورتين. كويس. نعم طيب. يلا يلا اعطونا الصور يلا بسرعه ترى عشان الوقت. طيب طيب. يلا ايش الفرق بين الصورتين بسرعه؟ لا تحطوا لنا وقت شوية. أعطوه مجال شوية. أعطوه مجال. أعطوه مجال شوية. يلا. ها. أي سؤال أنت قل له يا أبو حمد. بص. بص يعني ركز في يعني. لا لا لحظة معليش اسمحوا لنا شوي. اسمحوا لنا شوي. لا يعني ما نعتبرها خطأ لسه لأنه خلونا بس نشوف الصورة مرة ثانية. بدون الخطأ الله يخليكم إذا ممكن. شوف الصورة يا فهد. ممكن نشوفها؟ طيب شوف الصورة بدون الـ 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 الوقت هذا اللي حطينا الوقت احنا عشان السرعة يعني الحقيقة. ايش الفرق بين الصورتين؟ عملوا الاستيل عليه. نعم
البيضة أي صورة اللي بيضة اللي في اليد؟ لا والله ما ممكن تثبتوا لنا الصورة اللي صورة اللي في اليد البيضة. لحظة لأن صوتك والله بعيد أخاف أنك تأخذ خطأ. والله الجوال كذبني يا أستاذ حامي. نعم أي صورة البيضة اللي في يده؟ لحظة خلينا نشوف الصورة. أعطونا الصورة شوف يلا. أيوة هذه واحدة صحيح وبعدين أعرف واحدة إشارة الصح هذه اللي فوق ولا أنت ركز معنا في إشارة هذه شايف الثانية لا على التيشيرت ورونا الثالثة أعطوا صحيح 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 بس يلا أعطونا صحيح سمعونا أوكي الثالثة إيه بقى في الرجلين يلا أنا حاسس إن الوقت يعني مرة قصير بصراحة يعني إحنا بس نجربها الليلة يعني إنما يا فهد يلا حدك كويس الصوت بعيد وأبو حمزة مو مركز وإنت مو مركز وأبو لبنى كمان يقول الجغرافيا مش ولا بد والسياسة مش ولا بد فمشكلة يعني بس الصورة كويس اتصال جديد أنا كويس في الصور من معنا ها نعم من فاطمة من خميس مشيط فاطمة نعم يلا فاطمة شوفي الأرقام إذا سمحتي فاطمة أحمد فاطمة نعم. أحمد يلا يسعد مساك فاطمة شوفي الأرقام فاطمة طبعا هذا اسم والدتي فهو من أحب الأسماء إلي رحمة الله على والدتي وعلى والدة كل إنسان يعني يشاهدنا وعلى أبائنا وأمواتنا جميعا أي رقم اخترتي يا فاطمة ثمانية ها؟ رقم ثمانية حكم وأمثال تابعي الفنان الأستاذ أحمد رزق وعنده حكمة أو مثل شهير يا فاطمة مركزة معايا؟ ركزي الله يخليك ركزي معايا ها فاطمة فهمتي شيء؟ فاطمة؟ ساعدنا طيب فهمتي حاجة يعني شوفي حكمة شهيرة مثل شهير ها؟ هو ست كلمات ساعدونا بالله طيب ما قاعد نساعدك يا فاطمة ركزي كمان معنا ما عندك أحد يساعدك كمان؟ يلا ركزي عيد من جديد هل ايش؟ حلو تعملي اخر قفله حلقه سهله قوي قول اول كلمه اول كلمه قول هذه ثاني كلمه هذه ولا اول كلمه ايش هذه انت ايش هذه يا فاطمه شوفي طيب ايدي ايش هذه ايدي طب ايه دي؟ طب مين ده؟ طب ايه؟ طيب والله اسفين اسفين يا فاطمه اسفين ما كان ودنا يكون في خطا يلا اذا مين دي ومين ايش دي وايش دي؟ هو لخبطها لا والله ما لخبطها انا قلت لها المكتوب ايوه عجبين لازم تشوفوا العيد لازم كيف لازم يعني هذه لازم لا عملت كده في الاخر عملت لها كده لازم وبعدين انا كنت معتمد على الجبين والعين مظبوط على اساس انها تبقى سهله يعني صحيح صحيح يلا اعطونا اتصال جديد تبقينا يا فاطمه من معنا الو الو ايوه نعم الو الو ريماس ريماس الو ريماس الو اهلا الو الو ها ها ريماس الو نعم يا ريماس الو تسمعيني يا ريماس ولا لا ايوه اسمعك طيب قربي بس الصوت شويه عشان اسمعك كويس ها طيب يلا شوف الارقام يا ريماس واختاري رقم ايوه يلا رقم ريماس أي رقم؟ خمسة خمسة
أين 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 توجد أكبر مدرسة؟ والله صعب السؤال هذا. أين توجد أكبر مدرسة في العالم والتي بلغ عدد طلابها كم تتوقعون؟ 45,000 طالب وطالب في عام 2012، حيث حققت رقما قياسيا عالميا سجلته موسوعة جينيس للأرقام القياسية. أين توجد هذه المدرسة أكبر مدرسة؟ ركزي يا ريماس، ها أين توجد هذه المدرسة يا أبو لبنى؟ هذه المدرسة توجد في الهند. في الهند؟ أيوة. إيش رأيك؟ اسمعي، هذه إجابة أولى وإجابة ثانية أبو حمزة. الإجابة الثانية المدرسة توجد في الصين. في الصين. ريماس، هلو. مدرسة طلابة 45,000 بس، 45,000. يضحكون الشباب اللي عندنا يعني. الصين، الهند، هم صحيح البلدين عدد. أبو عمر يقول لي كم واحد؟ خلنا نشوف وش الإجابة. أبو عمر يقول لي كم متخرج منها أميتاب باتشان. المدرسة دي اللي في الهند دي متخرج منها أميتاب باتشان دي، أنا عارفها. عارفها درست فيها يعني ولا؟ بس هذه بتدرس جغرافيا يا ابو لبنى. شطار في الجغرافيا. اتصال جديد، مين؟ ده انا كنت بعيط في امتحان الجغرافيا. يا هلا، من معنا؟ الو، السلام عليكم. عليكم السلام. قليل، ها؟ ايوه قليل، محمد الشهري. ونعم، هلا قليل، معك زود. طيب تفضل يا حبيبي، تفضل اختار لي رقم. رقم واحد. رقم واحد. أعلام علم لدولة، شاهد هذا العلم معنا. والمطلوب أن تقول لنا يا أخويا قليل لأي دولة هذا العلم؟ تحتاج يعني مساعدة؟ والله يعني ما أنا متأكد من ضيوفنا يعني. لا واحد لا منهم لا في الجغرافيا. لا لا بس من ناحية الأعلام، من ناحية الأعلام أنا ثقة. أبو حمزة، أنا ثقة في الأعلام. يعني مش عارف أقول لك إيه، بس يعني بلجيكا. بلجيكا، ها. طيب وتشوف إجابة ثانية، إيش رأيك؟ أي نعم. إجابتي أنا إيطاليا. إيطاليا، ده علم إيطاليا، لسه شايفينه في كأس العالم. إذن إيطاليا ولا بلجيكا؟ إيطاليا، إيطاليا رقم واحد. نشوف. صح. ولا إيه؟ إيطاليا. انتهى وقتنا يا شباب. ها؟ أنا في الإعلام ثقة. إذا انتهى وقتنا مشاهدينا الكرام، سنذهب إلى فاصل ونعود ونسحب الأسماء الفائزين إن شاء الله. دوم معك ما يستاهل حقه، بس وحدها درش بجودتها وراحتها وقيمتها تستاهل. درش، أصل الملابس الداخلية من عجلان وإخوانه. في لنا أحباب وقفوا في هالمحطة مرض السرطان، كلنا نقدر نقدم شيء يبدل الحزن إلى فرح والألم إلى أمل. شاركنا دعمهم برسالة نصية إلى 50-70. أنا أقدر وأنت تقدر. في رمضان حتى لو كان التصوير فين، ان انا افطر في البيت، يعني يقولوا لي افطر وهنكمل بعد الفطار، اقول لهم اروح وافطر وبعدين اجي لكم بقى بعد كده. يعني كنا بنلعب كوره بحيث ان ايه يعني، كانوا اهالينا يقولوا انزلوا هاتوا المغرب، يعني كنا ننزل الشارع نلعب عشان نجيب اذان المغرب معانا ونطلع اول ما نسمع مدفع رمضان. بشتري بقى الفوانيس للاحفاد وبسط قوي وهم عمالين يلعبوا بيهم، ولانهم صغيرين قوي، في منهم صغيرين قوي بيقعدوا يخطفوهم من بعض، وكل واحد يحللوا الفلوس اللي في ايد التاني لغايه ما تتكسر الفوانيس. السنه دي تحديدا من اول رمضان لقيت نفسي بصحى الساعه 9:30 10 صباحا، وبقضي الصيام كما ينبغي، يعني بصوم. واليوم عندنا في مصر الصيام يوم طويل، يعني السنة دي الصيام مدته طويلة في كل الدنيا يعني، بس عندنا بيبقى طويل شوية.
لكن يعني بس كل كام يوم كده صينيه مكرونه بيضاء. انت بتتكلم واحد ده صعب قوي الكلام صينيه مكرونه بالبشاميل كده يا سلام. شوربه لسان العصفور. هذه الحاجات بقى اللي هي يعني جميله يعني. الاكل بيبقى مثلا على الساعه 10 11 وسط اليوم، والسحور بيبقى حاجة خفيفة بقى، زبادي رايب بيتخلل ده بقى. انت رايح جاي بقى بتمد ايدك على قطايف على كنافة على الحلويات بقى اللي هي بتبقى متنطورة في البيت دي في رمضان يعني. سباق المشاهدين انتم نجومه، سباق المشاهدين انتم نجومه، المشاهدين سباق نجومه انتم. سباق المشاهدين انتم نجوم. ايه اسهل حاجه يعني، اسهل حاجه بتيجي في الودن على طول. هو واحد واحد. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. سعدتونا، شوف مرة الحلقة بسرعة ما شاء الله. الآن جاء وقت الجوائز، خلنا نشوف من سيفوز معنا. وطبعا معنا سعد الضفيري كما في كل يوم. كل الذين شاركوا معنا سواء مباشرة على الهواء أو أجابوا على سؤال الحلقة سيدخلون في السحب الذي نراه أمامنا الآن، مجموعة من العلب. إذا سمحتوا تخلطونها، نخلط العلب هذه ونأخذ أربع نحطها في الصينية الكبيرة هذه. أربعة في دي؟ أربعة هنا، أيوة أربعة بس يا أبو حمزة. واحدة تختارها يا أبو لبنى من هنا وتحطها هنا. وهذه الوحدة على فكرة يعني السيارة. يعني أخلطها. قربها شوي، قرب لك البركة خلاص، قربها سعد شوي. يلا يلا تفضل تفضل. إذن نشوف الآن الفائزين مشاهدينا الكرام الذين فازوا معنا في حلقة هذه الليلة. كل واحد منهم سيفوز ب3000 ريال. إذن الفائز الأول، طبعا زي ما قلنا ما يمكن أنه أحمد راتب ولا أحمد رزق أنهم يفوزوا معنا الليلة إلا بحبنا فقط. نهلة عبد الحميد السيد 3000 ريال. الاسم الثاني 3000 ريال لنورة عيد عبد الرحمن من تويتر كان. ومصعب النصيب محمد المولد. الاسم الرابع والأخير، طبعا كل واحد منهم كما قلت يفوز ب3000 ريال، خالد عبد الله العبد الله. إذن خالد عبد الله العبد الله ومصعب المولد ونورة عيد عبد الرحمن ونهلة عبد الحميد السيد، كل واحد منهم يفوز ب3000 ريال. الآن بقي أن نتعرف على من سيفوز بالسيارة. ممكن تكون لونها حمراء وممكن بيضة يعني قبل شوي. زي بعض بس تيجي. فاز معنا واحد مرة من أظن من تبوك ومن القصيم. إذن الفائز بالسيارة في حلقتنا الخامسة مشاهدينا الكرام، خالد أحمد الغامدي في هذه الحلقة سيارة يفوز بها هذه الليلة. بيشتغل الفورد بقى.
إذن مبروك لخالد أحمد الغامدي اللي فاز معنا بسيارة هذه الليلة. سيتم الاتصال بك يا أخوي خالد ونشوف أنت من وين كلمتنا وش أقرب فرع لشركة توكيلات الجزيرة عشان تروح تستلم سيارتك إن شاء الله. غدا ستستلم السيارة. سيتم تصوير هذا الاستلام ونشاهدك معنا على الشاشة غدا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الآن نقدم لضيفينا ساعة مكة. أنتوا بتروحوا مكة وتحرصوا على الآن ساعة مكة. يسعدنا أن تكون هدية لكل ضيف من ضيوفنا أجمل وتبقى هدية. ذكرى أجمل هدية جدا. هذه هديتنا الأولى للفنان الأستاذ أحمد راتب. هذه هديتنا الثانية ساعة مكة للفنان الأستاذ أحمد رزق. احنا سعداء الحقيقة انه اشتركتوا معنا في هذه الحلقة. انتهينا. اذن انتهت الحلقة مشاهدينا الكرام. نشكر اول شيء بيقول لي سعد نسينا طبعا كما قلنا ابناء الجمعية الخيرية للايتام معنا. سنختار 6 منهم. أيوة. تختار 3 ارقام من 1 إلى 47 اذا سمحت. واحد لسبعة واربعين. اي رقم اختار؟ 45. 45 اللي يسمع رقمه يوقف اذا سمحتوا. 45 ايوه. ورقم وانت هنا بدون ما طالع فيهم. طيب خلاص يلا. رقم رقم 15 و15 وخمسة وخمسة كل خمسة 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 عشر وخمسة وخمسة واربعين. أيوة. ثلاثة. نختار 3 يا أبو حمزة بدون ما تطالع. اختار 22. 22 اختار 7. 7 اختار 6 و6. تحية لهم جميعا. شكرا لكم. شكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام. شكرا لضيفينا الأستاذ أحمد راتب أبو لبنى والأستاذ أحمد رزق أبو حمزة. أسعدتونا الحقيقة الليلة. كانت حلقة جميلة. إحنا سعداء بوجودنا معاك وسعداء بوجودنا في وسط الأطفال الجمال دول. ربنا يكرمهم جميعا وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين مشاهدينا الكرام. في أمان الله. مع السلامة. نوقف